بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك نستعين وبك نستبين وعليك نتوكل. ربي يسر وأعن يا كريم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في المجلس الثالث في شرح مبادئ علم الإعراب، وقد اخترنا أن نتدارس كتاب فتح الأبواب للمبتدئين بعلم الإعراب. تكلمنا على بعض المقدمات المهمة، عرفنا هذا العلم وبينا أنه يدرس أحوال الكلمات العربية مركبة في الجمل، وتعرفنا على الجملة ونوعيها وشرطها، وهو أن تكون مشتملة على المتحدث عنه والمتحدث به، وبينا أن الاسم قد يكون متحدثا عنه ومتحدثا به، على حين أن الفعل يكون متحدثا به فقط والاسم لا يكون متحدثا به ولا عنه. ثم تكلمنا على العلاقات التي تنشأ بين الكلمات حين تدخل في الجملة، فرأينا أن الأصل في الأفعال والحروف أن تكون مؤثرة عاملة، وقد يكون الفعل مؤثرا ومتأثرا كما نراه في الفعل المضارع في بعض من صوره، وكذلك الأصل في الأسماء أن تكون متأثرة، ورأينا أن بعض الأحرف لا تكون مؤثرة ولا متأثرة. ثم تكلمنا على الفرق بين علمي الإعراب والتصريف، وبينا أن النحو علم شامل للإعراب والتصريف. ثم تكلمنا على الفائدة والثمرة التي نجنيها من دراسة هذا العلم، تكلمنا على ثمرة هذا العلم ورأينا أننا نخرج بعدد من الثمرات المهمة. ولو سئلت ما فائدة علم الإعراب فقل هو علم الفهم والإفهام، هو علم الفهم والإفهام. انتهينا من ثمرة دراسته، الآن نفتح بابا جديدا لإتقان هذا العلم إن شاء الله تعالى. نتوكل على الله. المقدمة الرابعة، وأول ما يحتاج إليه دارس هذا العلم هو أقسام الكلمة وعلامات كل. فأقول الكلمة في اللغة العربية على ثلاثة أقسام لا رابع لها: النحاة، بحثوا في كلام العرب واستقروه فوجدوا أن الكلام العربي لا يخرج عن أن تكون كلماته اسماً أو فعلاً أو حرفاً بالإجماع، لا خلاف في ذلك. إذن الكلمة اسم أو فعل أو حرف جاء لمعنى. لماذا قلت هنا حرف جاء لمعنى؟ لأن الحروف يا كرام على نوعين: حروف تبنى منها الكلمات، مثلاً عندي كلمة زيد، زيد أحرفه الزاي والياء والدال، هذه الأحرف جمعناها على هيئة معينة فخرج منها هذا الاسم زيد. هذا الحرف لا ليس قسما من أقسام الكلمة، هذا حرف مبنى لا يدل على معنى بمفرده، الزاي لا تدل على معنى، الياء لا تدل على معنى، إذا جمعناها صار لها معنى. هذه حروف مبان ليست هي التي نتحدث عنها هنا، نحن نتحدث عن حروف المعاني. كيف؟ مثلا الهمزة تأتي للاستفهام، أقول أفهمت الدرس، الهمزة ها هنا حرف معنى وهي من أقسام الكلمة. إذا سئلت أفهمت كم كلمة عندك تقول عندي ثلاث كلمات، يعني نعدها نحسبها حين العد: الهمزة وفهمة والتاء التي هي ضمير وسنتكلم عليه. أيضا عندما أقول أزيد عندي كلمتان هنا، الهمزة حرف وزيد وهي هنا حرف معنى لأنها دلت على النداء. فإذا مقصودنا بالحرف ليس الذي تبنى منه كل كلمة كما ترون هنا، وإنما حروف المعاني، حروف الجر، الاستفهام، العطف وهكذا، التوكيد، حروف كثيرة
بلغت 85 حرفا في اللغة العربية، ولها كتب خاصة. قال: أما الاسم فنعرفه بدلائل أشهرها. كيف نعرف الاسم؟ كيف أميز الاسم من قسيميه الفعل والحرف؟ قال: فنعرفه بدلائل أشهرها الجر والتنوين وقبول ال، نحو طالب العلم معان. طالب اسم، لماذا؟ لأنها يمكن أن تنون، طالب يمكن أن تدخل عليها ال، الطالب. العلم اسم، لماذا؟ لأنه دخلت عليها ال، ال التعريف لا تدخل إلا على الأسماء. معان اسم، لماذا؟ لأنها قد نونت، والتنوين من خصائص الأسماء. أيضا العلم اسم، لماذا؟ لأنه قبل الجر. إذن كل كلمة تقبل الجر والتنوين وال هي اسم. قلت أشهرها، أشهر علامات الاسم هذه، وأحسنها الحديث عنه نحو التاء في آمنت بالله. الآن يا كرام، التاء ها هنا اسم وإن كانت على حرف واحد، لماذا؟ قال: لأنني قد تحدثت عنها. آمنت عمن تحدثت؟ عن ضمير المتكلم المعبر به عني، عن ضمير المتكلم المعبر به عني. فإذا التاء ها هنا اسم لأنني تحدثت عنها. كل كلمة تقبل الحديث عنها هي اسم. طيب لماذا قلت يا أستاذ وأحسن علامات الاسم الحديث عنه؟ قال: لأن هذه العلامة لا تتخلف أبدا، تصلح لكل الأسماء. أما تلك العلامات فقد تتخلف. مثلا الكلمة التي أمامنا التاء، التاء ها هنا اسم، هل يمكن أن تنون؟ لا. هل تقبل ال؟ لا. هل تقبل الجر؟ لا. كيف عرفنا أنها اسم؟ بالحديث عنها. إذن الاسم فقط هو الذي نتحدث عنه، لا يمكن أن أتحدث عن الفعل. هل يصح أن أقول جاء ضرب وأنا أريد بضرب الفعل؟ هل يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن أن أتحدث بفعل عن الفعل، أتحدث عن الأسماء فقط. فإذا الاسم نتحدث عنه، الفعل لا يمكن أن نتحدث عنه، وكذلك الحرف لا يمكن أن أتحدث عنه. بالمناسبة الفعل نتحدث به فقط كما رأينا هنا، آمنت، تحدثنا عن التاء بآمن، هذا متحدث به الفعل. الحرف لا متحدث به ولا متحدث عنه، لا نتحدث به ولا عنه، وإنما هو حرف طرف بين الفعل والاسم. الاسم نتحدث به وعنه. أنا أقول زيد مجتهد، تحدثت عن زيد، هو اسم. بماذا؟ بأنه مجتهد، هو اسم أيضا. فالاسم نتحدث به وعنه، والفعل نتحدث به لا عنه، والحرف لا نتحدث به ولا نتحدث عنه. قال: وأما الفعل فهو ثلاثة أنواع. أولا الفعل الماضي، ويعرف بقبوله تاء التأنيث الساكنة، الساكنة بالفتح صفة لتاء، بقبوله تاء التأنيث الساكنة نحو صامت ورمت. صامت التاء هنا تاء التأنيث، كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة هي فعل ماضي. رمت تاء التأنيث الساكنة، كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة هي فعل ماضي. والمضارع ويعرف بقبوله السين نحو سيصوم، يصوم فعل مضارع. لما؟ لأنه قبل السين الزائدة في أوله، سيصوم أي في المستقبل. الفعل المضارع زمنه احتمالي، عندما أقول أكتب قد يكون المعنى أنني الآن أكتب، أو أنني سأكتب، أو أنني أفعل هذا في المستقبل. فإذا قلت سأكتب تمهد للاستقبال،
صار خاصاً بالاستقبال بعد أن كان محتملاً للحال والاستقبال. قال والأمر ويعرف بقبوله ياء المؤنثة المخاطبة، صفة للمؤنثة، ياء المؤنثة المخاطبة مع الدلالة على الطلب، نحو اكتبي وقومي. اكتبي فعل أمر، كيف عرفنا أنه فعل أمر؟ قبل ياء المؤنثة ودل على الطلب، إذن هو فعل أمر. قومي فعل أمر، قبل ياء المؤنثة ودل على الطلب. نعم. وأما الحرف فيعرف بعدم قبوله لعلامات الاسم ولا الفعل، نحو هل وفي ولم. فهذه الأحرف لا تقبل علامات الأسماء، فإذن هي ليست أسماء، لا تقبل الجر، لا تقبل التنوين، لا تقبل الحديث عنها، ولا تقبل علامات الأفعال، فإذن هي ليست أفعالا. فما هي إذن؟ نحن قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذا لم تكن الكلمة اسما وفعلا ماذا بقي؟ بقي أنها حرف. قال نحو هل وفي ولم. نعم، طبعا هل يمكن أن تدخل على الفعل فنقول هل نجحت، ويمكن أن تدخل على الاسم، هل أنت ناجح. في تدخل على الأسماء فقط، في الدار أو الأفعال فقط، ولم تدخل على الأفعال فقط، لم أكتب. فإذا أردت بالتمثيل بهذه الثلاثة أن أقول إن الأحرف إما أن تكون خاصة بالفعل أو خاصة بالاسم أو مشتركة بين الاسم والفعل. طيب، تدريب على أنواع الكلمة. قال قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الآن نحاول أن نستخرج الكلمات بأقسامها الثلاثة، نحاول أن نستخرج أقسام الكلمة الثلاثة ونرى علامة كل منها. نعم، نبدأ. قل أعوذ برب الفلق. قل فعل أمر، كيف عرفنا أنها فعل أمر؟ لأنها تقبل ياء المؤنثة. في غير القرآن أقول قولي، تقبل ياء المؤنثة وتدل على الطلب، إذن هي فعل أمر. الآن أعوذ فعل مضارع، لماذا؟ لأنها تقبل السين، سأعوذ. الآن بربي، الباء حرف جر، حرف. لما قلنا حرف؟ لأن الباء هذه لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. بربي حروف الجر حروف لها معنى، وسندرسها في القسم الثالث من الكتاب. يعني عندما أقول مثلا أمسكت بالقلم، الباء أفادت معنى وهو الإلصاق، يدي التصقت بالقلم، أمسكت بالقلم. إذن الباء حرف معنى. ربي اسم، لماذا؟ بسبب الجر وأنه دخل عليه حرف الجر. خلق فعل ماض، لماذا؟ لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، أقول خلقت، فإذا هو فعل ماض. أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.